تجاوز البلدان من ونيس بيان موراو من ونيس عادة من ونيس التونسي علي عادة عملية فنية ممتازة جدا من مرتضى بن ونيس لازم نلعب ونتأسفوا الحقيقة لسقوط كل من شباب الخيرة ونية والنادي الرياضي اللي حاملهم في الرابطة الثانية إن شاء الله عودة سريعة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم هذه الهجوم لصالح النجم الساحلي وجهك الشريط دخلت كرة وضع 21 صالح الحرابي 6 وجهك الشريط 12 بن ونيس النتيجة ما زالت في أولمبي رادس 0 مقابل 0 ترجع للكرة سليمان كوليبالي سليمان يحضر المرتضى بن ونيس مرتضى بن ونيس لليساري حضر محمد هيب المسك عول عليها من النادي الافريقي هذا الموسم نورتينا لفرحتي نورتينا فرحتي تول الكرة في اتجاه مرتضى بن ونيس هدف النجم داروين جونزاليس وفي راس بالعربي كان تحول الى فريق الفجيرة الاماراتي ترجع للكرة مرتضى بن ونيس مع سليمان كوليبالي والحارس نورتين فراس والتألق امامكم الاعادة مرتضى بن ونيس سليمان كوليبالي يقل الكرة بالراس بودلي اكيد عدد الاسماء ممكن في فتره الشوطين في فتره الراحه بين الشوطين تبع هذا الهجوم بن ونيس الى كوليبالي نشيط جدا في الجولات الاخيره استيفا اذا النجم الرياضي الساحلي ياب المسيكني يلعب مع داروين جونزاليز بلمسه واحده لمرتضى بن ونيس سليمان كوليبالي والهدف الاخير لمسات هاي الاعاده ياب المسيكني داروين جونزاليز لمرتضى بن ونيس وبالراس سليمان كوليبالي يفتتح باب التسجيل للنجم الرياضي الساحلي رائع هدف النجم الرياضي الساحلي ويسجل اول اهداف الكلاسيكو بين النادي الافريقي والنجم الساحلي من جديد في الهجوم النجم مرتضى بن ونيس قلق برشا مرتضى بن ونيس على مستوى الجيل اليسار محمد ابن مساكني مرتضى بن ونيس مرتضى بن ونيس احمد خليل ثم وسام بن يحيى يبعد الكره الى من الى ايوب تمشي الكره الى وجهك شريده بلمسه واحده ايوب عياد ايوب عياد سليمان كوليبالي حمزه الاحمر يدور الكره اليسار مرتضى بن ونيس مرتضى بن ونيس مرتضى بن ونيس كينسحب لاسيست سليمان كوليبالي اللي سجل هدف الافتتاحي في المباراة ترجع الكرة من جديد الكرة إلى سليمان كوليبالي الكرة كما يحب إلى داروين داروين جونزاليس إلى مرتضى بن ونيس من جهة اليسار يجيه رودريك كوسي رودريك يتبع فيه مرتضى بن ونيس يلعب مع داروين واحدة اثنين يحكم يعطي الأسبقية لسليمان كوليبالي خطير الهجوم لصالح النجم الساحلي سليمان كوليبالي والهدف الثالث عنده برشا خيارات الا الهجوم للعوده في المباراه هذا كوسي تعود لصالح النجم الساحلي خطير الهجوم يغير في الكره مره على اليمين مره على اليسار اللي في الاخر توصل الى مرتضى يختار الجهه اليسرى للهجوم مرتضى يلعب اياب اياب تتعدى مرتضى امام المساحه وامام التوزيعه والتوزيعه السرد وقع هذا الشوط الثاني من هذه المباراه لدول وسطات كلاسيكو اخر كلاسيكات بطولة ربما هو الذي غادر ودخل مكانه في الكرة بتاع ترجع الكرة من جديد في كوليبالي في التسويق الحصون الدفاعية للملعب التونسي نتمنى من هجوم النجم الساحلي انه يفك شفرة هذا الدفاع تمشي الكرة من جديد في مرتضى بن ونيس مرتضى مرتضى يوزع يلا يلا عليه موسم بوش وبعض الدقائق وبعض اللحظات نرجع للمباراة اخترنا من هذا كنا في المباراة يوم موجود النجم الساحلي بالهجوم يبني مسيك يعمل كنترول موجود يشيل هدف ربما بالبال جول 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 صدق يو على فيكتوريا باتا رقم 20 يشيل هدف ربما بالبال جول جول يزور شباك الملعب التونسي وانه يمضي على هدف التعادل للنجم الرياضي الساحلي يشوف الشد من القميص ومرتضى بن ونيس امين بن عمر سلطان بن عزيز اللي صار مرتضى بن ونيس مرتضى بن ونيس مستوى ممتاز جدا مع النجم هذا الموسم النجم الرياضي الساحلي بقى ادينا السلام استلام كره للمثناني مرتضى بن ونيس يبعد العاد المزي ارضيه الكره يهب تذكر هدف المرمى السعودي ساوى البطولة العربية ثنائي نجم يخلق نختار في أي وقت نرجع زياد الباكوش زياد الباكوش مرتضى بن ونيس التأمين الدفاعي التونسية الإدوال هذه كرة ترجع من مرتضى بن ونيس بن ونيس ذكية لا يهب لمساكني لن عزيزة يتجاوز داخل وسط جونزاليس يلعب الكرة مرتضى بن ونيس